ترتبط بالإجراءات المتخذة لضمان تسويق الحبوب في أحسن الظروف للنواب المحترمين محمد أحجام، زهور الثقافي، مصطفى الغزوي، عدي أي ترهوم، محمد أبركان، عبد الكريم إدريسي فارس، عبد القادر العسولي، وعبد النبي سليكان، والحسين بلقطوم من فريق التحالف الشراكي. شكرا السيد رئيس، السادة الوزراء، زميلاتي زملائي المحترمين. السيد الوزير سبقت شرته في التدخلات ديالكم وذكرت الصعوبات اللي كيعيشها الفلاح إثر النكبة اللي عرفها هاد السنة. كنعرفوا وكذلك شرطوا هناك بعض الفلاحة اللي شيئا ما محظوظين في بعض المناطق اللي تم أو تنقد لهم المحصول ديالهم بنسبة 10 حتى 50-40%. سؤالنا السيد الوزير بالنسبة لهذه الفئة، واش شنو هي الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة لضمان تسويق المنتوجات الفلاحية نتاعهم وخاصة في الحبوب لهذا السنة؟ واش هناك كاين شي إجراءات لحماية هذه الفلاحة أو غيتم التخلي عنهم كما كان في السنة الماضية وبقاو عرضة يعني للصماصرة اللي نهبوا قوتهم وقوت ولادهم؟ كذلك هناك تعويضات خاصه الفلاحة هاد السنة أو الفلاحة المنكوبين، واش هاد الفئة اللي عندها هاد النسبة واش حتى هي غادي تكون ضمن هاد حتى هما الفلاحة اللي غادي تعوضوا أو لا؟ كذلك كما شار زميلي من قبل، بالنسبة لحد الآن ما تحددش ثمن البيع الحبوب هاد السنة، ما تعلنش عليه. إلا تقولوا لنا السيد الوزير الثمن ديال هاد السنة، وشكرا. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيده النائبه. اولا انا تنقل بان الاجراءات التي سنتخذها هذه السنه والتي بدات البعض منها في يعني التنفيذ، بحيث ان الدوريه المشتركه ما بين وزاره الفلاحه ووزاره الداخليه التي تتعلق بالأقاليم وباللجان الإقليمية وبكل الإجراءات فهي يعني وزعت وذهبت إلى الأقاليم، وليس هناك تأخير بالنسبة للسنة الماضية، ليس هناك أي تأخير، هذا هو الوقت. ووقعت يعني اجتماعات مع المهنيين كما تقع كل سنة مع المهنيين في الحبوب، واتفقنا على الإجراءات وعلى التدابير التي هي نفس التدابير في السنة الماضية. ثانيا لابد من القول بأن ليس هناك ثمن يحدد بالنسبة للقمح أو للحبوب، إلا باستثناء كمية ديال 10 مليون ديال القناطر ديال القمح الليين الموجهة للدقيق الوطني اللي تنسميه الدقيق الوطني لافاري ناسيونال، اللي بالفعل هذه الاجراءات كلها تتاخذ باش يكون الثمن المرجعي هو 250 درهم وليس هناك تغيير، وسيبقى هذا الثمن هو هو. ثالثا ان هذه السنه هناك نترقب محصول ديال القمح الطري في ديال 18 مليون ديال القناطر تقريبا، اي بما يفوق ال 10 مليون ديال الحاجيات ديال الدقيق الوطني، وكل الاجراءات متخذه لدعم تسويق وجمع هذا المحصول، اي بنفس الشروط ديال السنه الماضيه. التمويل غادي يتعطى، التعاونيات وغادي يتعطى التجار ديال الحبوب، ان المنحه ديال التخزين ديال 2 دراهم كل 15 يوم للقنطار ستعطى كذلك، وان الطرق المعمول بها في السنه الماضيه ستعمل هذه السنه مع الحمايه الجمركيه كذلك خلال هذه الفتره الصيفيه حتى لا يكون انهيار الاثمنه كما كان يقع عليه الحال كل سنه. ليس هناك تغيير بتاتا هذه السنه بالنسبه للسنوات الاخرى لتسويق المنتوج الوطني لهذه السنه، وشكرا. شكرا. تعقيب السيدة النائبة، تفضلي. شكرا السيد الوزير على الجواب، ولكن المؤسف انكم كتقولوا لنا بحال السنة الماضية بحال هذه السنة، معناه المشكل اللي تعرض له الفلاح السنة الماضية غيتعرض له هذه السنة، وبالتالي ما جاوبتني السيد الوزير على السؤال ديالي كيفاش غيتم تعويض الفلاح؟ وحنا كنسمعوها غنايه هاد الغنايه تعويض الفلاح، ولكن الفلاح عمره ما تعوض، والان انتم كتصرحوا ان ما غيكونش تعويض.
هنا كاين اللي تنقد له فقط 10% وما غيتعوضش. يعني كيفاش غيكون هالتعويض الا ما كنتوش غتعطي؟ واش غتفرقوا عليهم 1000 فرانكات في الديور؟ كيفاش غيكون هالتعويض اللي ما غيكونش الدعم ديال المحصول الزراعي وغيبقى غير في 250 درهم القنطار؟ وهذه 10 سنين ملي تقرر هاد الثمن هذا، وسائل الانتاج تزاد فيها من 3 حتى 5 المرات، ولكن المنتوج ديال الفلاح بقى ثابت اكثر من 10 السنوات هذه. يعني معناه كتدفعوا للفلاح باش يبدا يسعى. هذا هو اللي كنشوفه واللي يعني استنتجناه من الجواب ديالكم السيد الوزير، وما جاوبتوناش على السؤال ديالكم. وشكرا. شكرا. تعقيب السيد الوزير. اريد ان ادخل في جدال مع السيده النائبه. الا سمعت شي واحد قال التعويض هنا ولا النواب سمعوني قلت هنا بان غادي الحكومه كتعوض شي فلاح، انا مستعد. الا عندها شي قانون، الا كاين شي بوند، الا كاينه شي ميزانيه ديال التعويض اللي احنا ما تنعرفوها شيء، انا مستعد مع السيده النائبه نجبدوها ونفعلوها. قضيه 250 هذه 10 سنوات او 5 سنوات، ما تنساش هي السيده النائبه المحترمه ان الثمن الدولي هذه 10 سنوات وهو لا يتعدى 120 او 130 درهم، ونحن نحمي ونتخذ اجراءات ليبقى الثمن في 250 درهم، اي اننا تنحاول نعاون هذا الفلاح الصغير انه يبيع بثمن اكبر بكثير من الثمن الدولي. وشكرا. شكرا السيد الوزير.